جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. لا لا صدقني أنا ما فيني إجي. أوه خلص ماشي. أنت وصلت على المكتب يعني؟ أيوة كمان أنت متأخر. آه؟ إيه الحفلة كانت حلوة. لا لا اليوم ما راح أشتغل شيء أبداً. بدي أقعد وأحضر شيء فيلم. أنا قاعد اليوم بالبيت مالي طالع. ابنك عامل حاله مبسوط ومنيح. شو رأيك نسأله؟ إيه طبعاً لازم نسأله. ابننا إذا ما سألناه ما بيحكي لحاله. أنا ساويت قهوة، حدا بيحب يشرب معي؟ أنا بشرب. لوين رايح ابني؟ عود شوي. لا ماما عندي شوية شغل. شغل؟ إيه عندي شوية شغل. شغل ما بيخلص. عود ابني، عود اشرب القهوة معنا. اللي انت منيح؟ ايه انا منيح، اكيد منيح. ايه شو يعني هي انا في باب؟ هالقهوة كتير طيبة. صحتين. ايه في باب انت شكلك مو على بعضك ابني. انا قصدي عم تتظاهر انك منيح وانت مانك هيك ابدا. انا لا انا منيح ماشي حالي. ما بيهمني أي شيء أبداً أبداً. أنا قوي عن جد قوي. فيباف تعرف يا ابني من لما كنت صغير كنت كتير لذيذ ومهضوم ولهلأ لساتك هيك، بس بصغرتك أنت كنت أحلى للصراحة. ولهيك رفقاتي ورايبيننا وكانوا كل اللي يشوفوك، تخيل حتى أنستك بالمدرسة كانوا يقولوا لي إنه ابنك لذيذ وأكيد رح يطلع ممثل لما يكبر. بس طلعت كتير ممثل فاشل. ليش عم تقليلي هيك؟ لأنك يا شاطر ما بتعرف تخبي أي شي بنوب.